أصعب وقت الوقت هيعدي عليك غالباً وأنت مستني. أصل الانتظار صعب، تشويق ولهفة وتشتت وحاجات كتير جداً مليانة حيرة. بس لما بتاخد قرار إنك مش هتستنى، لما هتحس إنك عملت اللي عليك وهتسيب الباقي على ربنا، هتحس وقتها بإحساس جميل جداً. هتحس إنك انتصرت، فزت بنفسك وبروحك من ألم الانتظار. أصل الانتظار بيضيع الواحد حرفياً. أنا كان ليا صديق أعرفه كان شاطر جدا في شغله، كان من أكتر الناس اللي أعرفها بتبذل مجهود خرافي في الشغل، ومن كتر ما هو شاطر كان بتجيله فرص كتير جدا في أماكن مختلفة، لكن هو كان بيرفض لأنه كان منتظر أنه يترقى، لأن مديره وعده بكده أنه هيترقى في الوقت المناسب. صديقي ده بدأ يضاعف شغله ومجهوده بشكل مريب على أمل يعني أنه هيترقى. كان مقضي حياته كلها في شغله، ولا كان بيشوف أهله ولا بيتجمع مع عيلته في أي مناسبة، حتى في الأعياد كان مقضي معظمها في الشغل. وفي الآخر اترقى واحد تاني، وللأسف صديقي ده حصل له صدمة شديدة جدا، وحس وقتها إن مجهوده كله راح على الفاضي، وإنه ضيع عمره كله في حاجة ما تستاهلش. ورقت في البيت حوالي أكتر من شهر، ولما رجع الشغل فضل يعاني فترة كبيرة من وضع مش بتاعه ومش عاجبه. هو الانتظار كده ممل ومؤذي، ومش أي حد يقدر عليه، خصوصا لو حد ما عندوش صبر أساسا. بس خليني أقول لكم إمتى الانتظار بيبقى حلو. الانتظار بيبقى حلو لو أنت متأكد إن بعد الانتظار ده هيجي مكسب، أو مثلا هيحصل حاجة كان نفسك فيها. في النهاية لو بتحب حد ما تخليهوش يستنى، ما تسيبوش لدماغه تفضل تودي وتجيب. بلاش تخليه تايه في الدنيا ومشتت، بلاش تسيبه لتفكيره وخوفه من رد فعلك. حاول ترسيه، تطمنه، تعرفه ان اللي جاي خير وفي صالحه، لان ألم الانتظار ممكن يموت بالبطيء. والله شكرا ليكم وإلى اللقاء.